في رواية حفص في رواية حفص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أخي الله غفور. بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء. الهمزة وشيء. نعم. وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إلا الكفور. وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها التي كما قرأت وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. نعم. وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. حسنا.
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءتهم رسلهم وأبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون يا كيف كلمت انا. نعم. هو الذي أرسل رسوله. نعم. بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أسلم. وإذ قال عيسى بن مريم كم حروف القتل؟ خمسة. يا بني إسرائيل المجد. المجد الواجب المتصل. إني رسول الله إليكم مصدقا إليكم مصدقا لما دوام كامل. بارك الله فيك.